مقالي وما قالوا. هؤلاء لا يعرفون الأهل. الغربال اسمعوها من أصيل بوجلبان. بعظمة لسانه أما وقد نفد الصبر. الشموع الحمراء والفناجيل ده كمان مش ابن النادي. أسرار الملك حتى لو كان شيكابالا. وفي مجلتنا اليوم ومن 40 سنة محتوى مهم جدا، نتمنى حضراتكم تستمتعوا معانا فيه النهاردة. لكن مقالي وما قالوا، هؤلاء لا يعرفون الأهلي. إزاي؟ بص يا استاذ ابراهيم، بصيت يا باشمهندس سعد، عندنا، وانا عايز السادة المشاهدين خاصة الأهلاوية بقى دلوقتي، كل مرة بقول بكلم الناس كلها، انا عايز اتكلم الأهلاوية، لان الشأن اللي بنتكلم فيه يخص الأهلاوية قوي. كيف صنع الأهلي تاريخه؟ كيف قدم لنا أسباب العظمة والزهو والفخار؟ لو استعرضنا التاريخ بتاعه هنلاقي أحداث واحد منها يعمل تاريخ لأي نادي. فات علينا أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية كما قيل حسين حجازي، أبو الكرة، أبو الكرة اللي كان بيتسمى فرقته فرقة حجازي. لم يهز خروج حسين حجازي لأي، مرتين، مرة هدد ومرة نفذ. النادي الأهلي إطلاقا، بالعكس أنت هتجيب لنا مرة فقرة عن جعفر ولي باشا، ولي اللي هو حضر بطل الأحداث حدثين ثلاثة في وقته، منهم حسين حجازي خرج بفريق كامل، بعدين ابتدى بعضهم يرجع، وكانت فرصة لإيه؟ لظهور التتش على المستوى المحلي للنادي الأهلي والمستوى الدولي لمصر. فالتتش يلتقي بحجازي بعد أقل من شهرين ولا 3 أشهر ليفوز عليه، ثم يذهب إلى الدورة الأولمبية ليكون هداف مصر في هذه الدورة ويبهر الإنجليز، ويبهر الإنجليز. إذن في كل محنة منحة للنادي الأهلي، بيطلع الشعاع لأنه الأهلي، لأنكم مش عارفين أو عارفينه مش واخدين بالكم أو مقصرين بعض، ربما نكون إحنا مقصرين إن إحنا نوصل لكم الأهلي، مش هنقصر أبدا تاني في هذا الأمر. النادي الأهلي في كل مرة يتصور الآخرون أنه في أزمة يخرج أقوى مما كان. 17 لعيب أستاذ إبراهيم وداخل على ماتش الزمالك في كأس مصر، فتفوز على الزمالك بالناشئين، ثم القرار الأقوى أن تستكمل الدور قبل النهائي والنهائي بهذه المجموعة ولا تعفو، مش تقول بقى خلاص قرصنا ودنهم، تكمل للآخر فتفوز بكأس مصر. إيه الجمال ده؟ حد كان يتخيل؟ حدش كان يتخيل. في كل حدث يعني خرج من أعظم حارس مرمى في أفريقيا، تقوم أنت تروح كأس العالم في اليابان تلعب من غير ما هو وقتها ما كان موجود في النادي الأهلي بس كان مصاب. أنا قصدي أقول إيه؟ أعظم حارس مرمى في أفريقيا كان مصاب. 2008 يمشي عصام الحضري. لا 2006، خلينا في 2006. لما أصيب. أنت خدت البرونزية والناس قالت كنت تستحق لعب المباراة النهائية. وإن انترناسيونال اللي كسب ريال برشلونة في النهائي كان محظوظ وهو يفوز على النادي الأهلي الذي كان أكثر استحقاقا للوصول المباراة. بمين؟ بناس كلها تصوروا إن الأساسيين مصابين. يلعب الكابتن أحمد صديق باك رايت، والكابتن طارق السعيد باك ليفت، محمد صديق ستوبر، وأمير عبد الحميد يحرس المرمى. الناس اتخضت، يقوم توصل لتالت العالم. الاهلي عنده حاجه استاذ ابراهيم، كلما الضغط عليه كلما ازداد صلابه وقوه وادهش. هنا لازم اسالك تاريخيا ليه؟ لانه الحقيقه بجد الناس اللي اتخضت امبارح وزعلت واتضايقت مقدر مشاعرها، بس انتوا عارفين انه ما من مره الاهلي يمر بظرف زي ده وربما اصعب واكبر من ده بكتير إلا ويرجع أقوى مما كان وأقوى مما تصور البعض. زي ما المهندس عدلي أشار، أنت بتتكلم
لو حتى في التاريخ الحديث باعتبار ان الجمهور بتاع اليومين دول زي حالاتنا معايش بقى حسين حجازي، لكن انت احنا بنتكلم على انه يعتزل مختار التتش فيبقى الاهلي قويا، يعتزل الكابتن صالح سليم وجيله يبقى الاهلي قويا، يعتزل الكابتن محمود الخطيب والنجوم بتوع السبعينات والثمانينات فيبقى الاهلي قويا، يذهب حسام وابراهيم حسن وهما من افضل لاعبي افريقيا الى النادي المنافس يظل الاهلي قويا. بنتكلم على انه حتى عصام الحضري احسن حارس في افريقيا 2008 يمشي من الاهلي ويفضل الاهلي وياخد بطوله افريقيا. بنتكلم على اعتزال بقى من المع نجوم الكره المصريه في تاريخها، ابو تريكه وبركات ووائل وكل المجموعه وسيد معوض، كل مجموعه مانويل جوزيه وعماد النحاس، مش عايز انسى حد، وشادي، كله فرقه كانت تسعه منهم منتخب مصر، والاهلي يتوج بالبطوله ويفضل قوي. ليه لان هو البطوله يا جماعه مش مهاره لاعب ولا شطاره اداري ولا عبقريه مدرب، هم الثلاثه، هم التوليفه، هم لما يبقى المجموع هو الاساس مش الفرد، هم يبقى الكيان فوق الجميع، جميعنا جميع ابنائه مصلحته نمره واحد. لو ما حافظناش على الكلام ده، مش بقى العقليه بتاعت اليومين دول ناخد الشعار ده عشان نتعالى بيه على الناس، غلط. الاهلي مش فوق حد غير ابنائه، عشان مصلحته هي اللي فوق اعتبارك قولا واحدا. وكل ما افتكر اجيب لك المطويه بتاعت الانتخابات اللي كتبنا فيها الكلام ده، فوق ابنائه ساعه الانتخابات كنا بنتنافس، لكن ما كناش متخانقين مع بعض، بالعكس كنا مقدمين بعض، محتضنين بعض، مدركين 17 واحد اي 10 منهم يبقوا مجلس اداره.